الله مساءكم بكل خير وشكرا على حضوركم. فما نتقدم بجزيل الشكر لفريق متزلج الإمارات على تنظيم هذه التظاهرة الرياضية، متمنين التوفيق والنجاح للمتزلجين الجدد. كما يسعدنا أن ندعو سعادة علي بن كداس الرميتي المدير الفني لاتحاد إمارات للرياضة الجليدية، وكذلك فريق متزلج الإمارات لتكريم المتزلجين الشباب. أيها السيدات والسادة المشاركين في هذه التظاهرة الرياضية هم كالآتي: عبد الله البلوشي، تاليا ميتا الرئيس، يوسف أبيض الثالث نوف الرئيس، مها الرئيس، يلا يا مها. طيب الخامس راشد البلوشي، سالم البادي، يا سالم للزعلان ابتسامة، يلا أحمد محمد، محمد محمد، طيبة أكيل، شكرا طيبة، فرحانة عبد الله كنكزار،